السيد الرئيس، الحضور الكرام، نتذكر في مناسبة مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المناسبة العطرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وجوانب شخصيته ونتائج دعوته التي لا تستوعبها مجلدات ولا خطب في سنوات. فالرحمة منهجه، والعدل شريعته، والحب فطرته، والسمو حرفته. إن النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة تتخذ وخير مثل يحتذى به. كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لوطنه، وهو الذي نزل عليه قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الله تعالى الخروج من الديار ومفارقة الأوطان بعد قتل النفس، وكلاهما صعب لا يحتمل. لذلك سعى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى إعمار وطنه ورقيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قومه وعلى هدايتهم وعلى إرشادهم إلى الطريق المستقيم، إذ قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بل كان بغير المؤمنين كذلك، إذ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرغم مرور 1449 عاما على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة ترنو نحو هذا الإشراق النبوي الذي انبعث شعاعه حول البيت الحرام في مكة المكرمة، كلما تعثرت خضاها وادلهم ليلها وتاه دليلها في ظلمات المادة ودنس الشهوات وسعار التسلط وغطرسة القوة. وما كان لرسالة هذا النبي الكريم أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميزت به، وأعني به بعد الآداب الإنسانية العالية العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات، وهو بعد اعترف به وعجب له كثيرون حتى من مؤرخ الغرب المنصفين، ممن رزقوا حظا من استقامة الشعور ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم وبلاغة السنة المشرفة، ووضعوا أيديهم على مبدأ الأخوة الإنسانية الجامعة المتغلغل في أطواء هذه الرسالة الخالدة عقيدة وشريعة وأخلاقا، حتى قال قائلهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي العرب، لهو من أكبر محب الخير للإنسانية، وإن ظهوره للعالم أجمع لهو أثر إرادة عليا
ولقارة آسيا أن تفتخر بهذا الرجل العظيم. وحتى قالت الموسوعة البريطانية إن محمداً اجتهد في سبيل الإنسانية جمعاء. وتقول الموسوعة: وما أجمل ما قاله هذا المعلم العظيم: الخلق كلهم عيال الله وتحت كنفه، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. ولا يحتاج المتابع لسيرة صاحب الذكرى العطرة إلى كبير عناء ليكتشف في رسالته العالمية هذه الواشجة وهذه الرحمة المشتبكة بين خلق الله جميعاً، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. وها هي مراجع السنة تروي لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. وإذن فهذه شهادات ثلاث: شهادة بالألوهية وبالنبوة وبالأخوة الإنسانية، وهي ذاتها شهادة على أن الإسلام إذا كان هو دين التوحيد الخالص فهو بالقدر نفسه دين الإنسانية كلها ودين المساواة بين الناس، ثم هو دين عصمة الدماء والأموال والأعراض، ودين مقاصد أخرى خلقية أوجزها نبي هذا الدين في خطبة تسمى خطبة حجة الوداع، التي خاطب فيها الإنسانية كلها من وراء حشد من المسلمين بلغ 100,000 وأكثر. وقد توفر لهذه الخطبة من دقة التوثيق والتاريخ من حيث عدد المسلمين ومن حيث الزمان والمكان والكلمات وأسماء المبلغين ما لم يتوفر لغيرها. كانت هذه الخطبة يوم الجمعة 9 من ذي الحجة من العام 10 للهجرة، بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وضربت له قبة من شعر في مكان اسمه نمرة، استراح فيه إلى أن زالت الشمس، فأمر بناقته القصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وخطب في هذا الجمع المتلاطم الأمواج الذي لم يسجل التاريخ المكتوب أن أحداً قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين أو أحداً من الملوك والأمراء جمع له مثل هذا الحشد ليخطب فيه. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. واعلموا أن الصدور لا تغل، أي لا تخونوا في قليل ولا كثير. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا. ثم قال: ألا أخبركم من المسلم؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب،
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وإنما المسلمون إخوة، وإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ثم قال: فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ قال الناس: نعم. قال: اللهم فاشهد. ولم ينس صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته عميد الأسرة، فصرخ في المسلمين صرخته الخالدة: اتقوا الله في النساء. وأول ما يطالع المتأمل في هذه الخطبة التاريخية هو أنها لم تكن موجهة للمسلمين فقط، بل كانت موجهة للناس كلهم، أينما أقلهم المكان وحيثما أظلهم الزمان. وكانت عبارته المفضلة في لفت العقول والأنظار إليه هي: أيها الناس، وليس أيها المسلمون ولا أيها المؤمنون. وقد بدأ خطبته بما يشعر بدنو أجله الشريف، وقد تحقق ما قال: فلم يلتق بهذا الجمع مرة أخرى، لا في هذا المكان ولا في غيره، ولم يعش بعد هذا الموقف إلا زهاء 3 أشهر، لحق بعدها بالرفيق الأعلى. وقد كان أول بند من بنود هذه الخطبة تحذيراً للعالم أجمع من فوضى الدماء والعبث بالأموال والأعراض، وقد كرر التحذير من هذه الجرائم المنكرة البشعة 2 مرات في هذه الكلمة. ولا عجب في ذلك، فهي حقوق أولية بل حرمات أولية للإنسان وللمجتمع على السواء. ويستحيل على مجتمع ينشد السعادة والاستقرار أن يستوي على سوقه إلا إذا ارتكز على هذه الحرمات 3: حرمة الدم، حرمة الملكية الفردية الخاصة، حرمة الأسرة والعرض والشرف. ولسنا في حاجة إلى التذكير، والألم وخيبة الألم يعتصران القلوب اعتصارا، أن نذكر بأن أمة الإسلام هي أول من خرج على هذا الدستور الخالد، ومزق أستاره وهتك حرماته وضرب به عرض الحائط. وكان جزاء هذا التمرد أن غرقت الأمة بدمائها وأموالها وأسرها في مستنقع من الفوضى والهوان، جعل بأسها بينها شديدا. ثم تنتهي فقرة الدماء والأموال والأعراض بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بلغت، وهو يرفع أصبعه الشريفة إلى السماء، وكأنه كان يشهد الله علينا في شأن هذه الحرمات 3، بل كأنه كان يشير من وراء الغيب إلى ظهور طائفة من أشرار أمته استباحت الدماء والأعراض والأموال، وزين لها الشيطان والجهل وعمى البصائر وانحراف الفطرة، زين لها سوء عملها، فراحت تقتل وتقطع الرقاب وتفجر وتخرب وتغتال في غدر وخسة، بل راحت تستبيح أعراض الحرائر من النساء والفتيات وتتخذ منهن سبايا وإماء، تجبرهن جبرا على الخنا والفاحشة والرذيلة والقاذورات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الصدور لا تغل، أي لا تكون لافتا أنظار الأمم إلى ضرورة مبدأ التكافل والتعاون في كل مجتمع، وأن المجتمعات التي تستبدل بهذا المبدأ مبادئ أخرى كالصراع والتشرذم والتفتت أو التسلط والانقضاض على مقدرات الآخرين لا مفر لها من الانحلال ثم السقوط. وقد رأينا في جيلنا هذا كيف سقطت حضارة كبرى اتخذت من مبدأ الصراع فلسفة لنهضتها في الاقتصاد والاجتماع والسياسة، فما بلغت عامها 70 حتى كانت حبرا على ورق. وكذلك الحضارات
التي تتغنى اليوم بالمبادئ ذاتها، فإنها لا محالة ستلقى المصير نفسه إن عاجلا أو آجلا. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من الظلم، وكرر التحذير منه في خطبته 3 مرات، وذلك لأثره التدميري على الأفراد والأسر والدول والمجتمعات. وقد حذر القرآن الكريم من الظلم في 190 آية، كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في 70 حديثا من أحاديثه الشريفة. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من ظاهرة الثأر، ومن آفات الربا، ومن العبث بالزمان ودورات الشهور وترتيبها. ثم ختم خطبته التاريخية بقوله صلى الله عليه وسلم: وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. ثم قال: فما أنتم فاعلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد. سيادة الرئيس، الحفل الكريم، إن الأزهر الشريف خلال مسيرته التي تزيد على 1000 عام يقوم على حراسة هذين الأصلين اللذين تركهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعاً عن ثقافة الأمة ووحدتها، ودفاعاً عن الوطن وتاريخه، وهو الآن عاكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني وترشيد الوعي الثقافي، والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، وتقاوم تيارات الغلو والإفساد بمنهج إسلامي يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض حماية للإنسان قبل أن يكون حماية للأديان. هذا ولد الأزهر الشريف ثقة كاملة في الله تعالى بأننا سوف نجتاز ونتجاوز جميع التحديات، كما يثق الأزهر بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزمه وإخلاصه في الحفاظ على الوطن والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج مضطرب الغايات مختلف الأهداف. بهذه المناسبة الكريمة أتقدم لكم سيادة الرئيس وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية ولحضراتكم جميعا بأطيب التهاني بذكرى مولد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.